لكن بحاجة تخاف عليها، هلا ما بتلاقيها غير فاتت، بعدين المخلوقة ما بتعرف حدا غيرنا هون، وغراضة لساتهم بالغرفة. طب وين راحت من الصبح؟ لوين؟ أنا شو بعرفني؟ فتت على غرفتها ما لقيتها. يعني تركت البيت ياما؟ لك شو تركت البيت؟ عم أقول لك غراضة لساتهم هون. ياما هي طلعت زعلانة من عنا شي؟ إن شاء الله. حكيتيها شي كلمة مو حلوة؟ لا إله إلا الله، لسه بيقول لي حكيتيها. لك يا أمي أنا ما حكيتها، ما حكيتها، هي حبة تطلع، ولو مو هيك ما كانت طلعت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك أمي وين رايح؟ رايح شوفها وين راحت ورجع على البيت يا أمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. جواد، ليش هيك عملتي يا خالتي؟ ليش طلعتي من البيت بدون ما تخبريني؟ كنت بسأل الناس عن جواد. يا خالتي قلت لك انا عم بسألك عنه. بديش اعذبك يا ابني. شو هالحكي هاد؟ ليش هيك عم تحكي خالتي؟ امي عم تستناكي بالبيت وقلقانة عليكي. تفضل تفضل. أهلين أهلين أختي أم جواد، الله يصلحك ويهديكي. كيف هيك بتطلع بدون ما تخبريني وين رايحة؟ فوتي. أنا ثقلت عليكم كثير، قلت لحالي أروح أدور على ابني بنفسي. لك يا بنت الحلال الله يهديكي بقى، وين بدك تدوري عليه؟ وكلي أمرك لرب العالمين، وإذا الله كاتب لك تشوفيه رح تشوفيه، ورح يجي لعندك بإيديه ورجليه. لا خلصنا بقى. إيش يعني؟ ما عاد أدور عليه؟ يا أم جواد الله يرضى عليكي، تركي خبار بكل الحارة ورجعي بقى على بلدك، وبس حدا أكيد يضرب قصتك رح يوصلك خبر، ومعه ابنك. يا رب يا رب. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. أم جواد الله يكرمك لا تزعلي، أنا في شغلة كنت بدي أقلك إياها بس والله ما لي عارفة شو بدي أقلك. خلينا نفترض يا أختي إنه الولد مات. بعيد الشر عنه، الله لا يقدر. طيب بركي ام صار. ما حدا قال لي انه سمع بهيك قصه صارت مع حدا من الحاره. وانت ليش كثير مهتم لقصه طلع الحرمه؟ ما بعرف، اللي بعرفه انها قصدتني وانا وعدتها اني ساعدها لقيلا ابنها. هلا شيت مو صعبه صعبه، بس انت شو طالع بايدك تعملها؟ انا زعلان عليها لانه هي ام، وقلب الام محروق على ما تشوف ابنها بعد كل هالسنين. ايه الله يجمع في عن قريب. قصتها غريبة شوي، يمكن تلاقي ابنها ويمكن ما تلاقي، بس أنا لازم أعمل كل اللي علي قدام رب العالمين. الله يديمك لفعل الخير يا شيخ. آمين يا رب. هلا مو بقيان عنا غير حارة المعمورة، إن شاء الله هيك بنقدر نعرف شيء. صدق يا بني أنا مليت مليت وتعبت، حاسة إني بدور على المستحيل. كل هالسنين من حارة لحارة ومن بيت لبيت ومن زقاق لزقاق، ما في فايدة. وكلي الله خالتي أم جواد، وكلي الله ونعمة بالله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. شو أمي رايح؟ إيه والله يا أم أنا لازم أمشي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. والله شكله يا أم مرعب، ما في أمل. أنا لازم أروح على فلسطين. والله ما لي عرفانة شو أقول لك يا أختي أم جواد. أنا رايحة أموت، رايحة أموت. استهدي بالله يا بنت الحلال، استهدي بالله. وكلي الله. أم جواد ما في شيء بالدنيا بصير إلا له حكمة عند رب العالمين. يمكن يكون ابنك بمكان تاني، عايش عند ناس تانيين، مرتاح ومبسوط ومتهني بيناتهم وبيحبوه وبيخافوا عليه. لأنه صدقيني ما في حدا بيربي ولد ما بيخاف عليه. يا أم جواد معك حق يا خيتي. هلأ أنتي بينك وبين حالك فكرتي إذا لقيتي ابنك وعرف إنه أنتي أمه شو ممكن يصير فيه؟ أكيد بده يفرح عشان شاف أمه الحقيقية. إيه لا ستي ما رح يفرح، رح يقلك وينك كل هالسنين؟ ليه زتيتيني وأنا ولد صغير؟
أنا أكثر من هيك ما قدرت أتحملها عنا. والله مو بإيدي يا أبو الورد، مو بإيدي، شلون بدي طالعها؟ هلا مو بإيدك، مو بإيده، ما بعرف. لا إلا تصريفي من عندك، شلون؟ ما بعرف. أنا كمان ما بعرف، ما رح أقدر أعمل لها شيء إلا إذا بعدت ورد عنا. إيه، شلون بدك تبعدي عن أم جواد؟ والله ما بعرف. لازم ورد يلتهي له بشي شغلة. مثل شو؟ هلا إحنا ليش ما بنجوزه لورد؟ بدك تجوزيه؟ إيه بدي جوزه، وجوازي على عجل كمان. بركي بيلتها عنا لأم جواد، وهي بتحمل حالها وبتسافر بليلة ما فيها ضوء قمر. ومين البنت اللي عم تفكري فيها؟ لك هلا يا أبو الورد مو مشكلة مين البنت، بنات الحارة كتار، وأنا كمان بحكي مع أم البشر مشان تساعدني. إيه الله يرضى عليكي، من بكرة بتروحي وبتشوفيها، ويا ريت نستعجل بجوازته لهذا الصبي. أساساً نحن تأخرنا كتير بالتفكير بجوازته. أي والله، الله ييسرها يا رب. آمين. يا رب لا تعسرها مثل ما عسرت جوازة بنت أبو قاسم، ولا جوازة محمود ابن أبو صالح. لك صحيح ابن عمي، شو قصة هالزمرد؟ ليش ما قبلت تتجوز ابن الباشا عبد الحميد؟ والله ما بعرف، الله أعلم شبه. يلا، ما حدا بياخد غير نصيبه. مزبوط الدرغام، عطلت كل شيء كنت ناوي يساوي، بس بكرة بإذن الله من بكير رح روح. أي الله يرضى عليكي، بكرة من بكير روحي وخلصينا من هالقصة بقى يا أم الورد. خلص رايحة رايحة. روحي جيبي لي مي الله يرضى عليكي. ماشي. ابن عمي الله يخليك، خلينا نطلع نقعد بأرض الديار برا. لكن ما بقدر أقعد بأرض الديار وهي عند منا أم جواد. مالها برا، غرفتها قاعدة. لك ولو كان، ما بقدر أقعد بأرض الديار وهي عنا، ما بدي إياها تسمعنا شو عم نحكي. كرمال الله خلينا نطلع نقعد برا، بركي بتحس حالها تقيلة وبتزق على دمها وبتفرقنا بقى. لا ما والله مزبوط كلامك. نحن كان لازم من الأول نعمل هيك. إيه؟ من أول ما أجيت لعنا. طب يلا تعال. طيب وهلأ شو بدنا نعمل؟ اتركوا اترك عرفة ورسلان ملتيين ببعضهم، وبإذن الله بهالكام يوم باخد حقي منهم قدام كل أهل الحارة. يا رب. تعرف يا معلم إبراهيم، لك بعمري ما كان يخطر لي إنه عرفه يطلع معه كل هي الشغلة. إيه يخطر لك سيدي، يخطر لك، يخطر لك بهالزمن كل شي بيصير. لكان حدا بيتوقع إنه يكون ابن حرام؟ ولكن إحنا كنا مفكرينه أجدب. وإيش شو؟ إيه ما في شي بيصير بالحارة إلا ما بياخذوا لناحه. يلا سيدي، واضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين. شبك أبو الورد؟ شو اللي صاير؟ شو في؟ شو اللي حاكيني شباك؟ ما في شي، ما في شي. لك شلون ما في شي؟ ايه والله العظيم وشك ما عم يتفسر، شباك؟ لا تحكي الهم معلم ابراهيم، لا تحكي الهم، هيك شوي مشغول بالي على بيتي. لأنه صار عمري هذا العمر ولحد هلا ما عملت شي لابني. لك يا الله يخلي لك يا الله يخلي لك يا ايه والله شب وبينشاف الحال فيه، لك شيخ ورد هاد شيخ عن حقه حقيقي شباك؟ الله يسلمك أبو الورد. بشرفك بوجدانك ما لازمك مصاري؟ إذا لازمك مصاري ترى رقبتي سدادة. ها الحمد لله، الله ساترها، الحمد لله كتر خيرك. السلام عليكم. أهلين عبدو، شو في أخبار؟ والله ما في غير إنه هذا اليوزباشي عم يحقق مع كل رجال الحارة، مقتل العقيد درغام، وبجوز ياخذوك على الكركون ويحققوا معك. حققوا معي أنا ليه؟ هيك عم يعملوا مع كل رجال الحارة، جوز يطلبوك على غفله. ها